عازف عود ومؤلف موسيقي سوداني. المعازفي العود في السودان أسس فرقة موسيقية باسم إشراق، وهي تعتبر أول فرقة سودانية متخصصة بالموسيقى الشرقية في السودان. قدم العديد من العروض الموسيقية وشارك في العديد من المهرجانات المحلية والعالمية. الفنان مازن الباقر من السودان. Thank you.
مساء الخير. سعيد إنه أكون في مهرجان، في ملتقى، في محفل يحتفي بآلة العود مع مجموعة من أجمل العازفين من حول العالم، ملتقى الفجيرة الدولي للعود، وفر فرصة كبيرة جدا للاحتفاء بهذه الآلة العظيمة. وأريد أشكر على رأس أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة الأستاذ علي عبيد للتنظيم ولحفاوة الاستقبال. وقدمت العمل الأول بعنوان سوف نعود، مهدى إلى السودان، سوف نعود أجمل، سوف نعود أحسن إن شاء الله. أختم بعمل جديد على قالب الكابرس اسمه كابرس السودان. الأعمال كلها من مؤلفاتي، وأول مؤلف يؤلف على قالب الكابرس، كابرس السودان. Thank you.
you.